بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أستاذة بدرية العتيبي. اليوم راح نقدم شروحات علمية للصف السابع لمادة العلوم للفصل الدراسي الثاني. اليوم راح ندخل وحدة يختص بمفاهيم علم الكيمياء. اليوم راح نتناول موضوع استكشاف المواد. عند دخولنا لهذا المفاهيم الأولية للمواد، طبعا بالبداية يجب أن نعرف ما هو تعريف المادة، وأنا مستغربة أن لم يضعوا تعريف للمادة. للمادة في التعريف الفيزيائي، ركز، في التعريف الفيزيائي هو كل ما له كتلة وحجم. هذه المادة في التعريف الفيزيائي. راح نضيف عليها معاها التعريف الكيميائي، ألا وهي أن المادة تتكون من جزيئات وجسيمات أصغر منها وجسيمات أصغر تسمى ذرات. حلو، لازم تعرف ان التعريف هذا اللي انا وضعته لك هو دمجت فيها المفهوم الفيزيائي والمفهوم الكيميائي، ان المادة هو كل ما له كتلة وحجم، وهو يتكون من جزيئات، من عدة جزيئات او مجموعة من الجزيئات، وايضا جسيمات اصغر من الجزيئات هي ذرات. لكن هني عندك في فصل العناصر والمركبات عطاك مفهوم بأن المادة تنقسم إلى نوعين أقدر أطلق عليها مادة، اللي هي ممكن أن تتواجد بشكل عناصر أو أنها تتواجد بشكل ماذا؟ مركبات. حبيت أوضح هذا المفهوم لكي يسهل عليك تعريف المادة لما يكررها لك في دروس تالية. إذا المادة أي شيء له كتلة، أي شيء له كتلة وحجم، هواء له كتلة، له حجم، يأخذ مكان على سطح كوكب الأرض، الماء، أنت أيضا، أنت الإنسان تعتبر مادة، الكائنات الحية، التربة، أي شيء ممكن أن أقيس له كتلة وحجم معناته هذا يعتبر مادة. والمادة هذه تتكون من جزيئات صغيرة، والجزيئات الصغيرة هي تتكون أيضا من أجزاء أصغر تسمى ذرات، فهذه هي المادة. والمادة هني عندك في فصل الكيمياء في مفاهيم العناصر أنا أقدر أقسم المادة إلى عناصر وإلى مركبات. راح أعطيك مثال بسيط شنو معناته العنصر كبداية وما هو المركب. عندي هو هذا الماء، وعندي الهواء الجوي. خلنا نكتب كلمة ماء، وهنا فوق الماء اللي هو الهواء الجوي. يعتبر الهواء الجوي، خلنا نأخذ الغاز الذي نتنفسه، غاز الذي نتنفسه من الهواء الجوي، غاز التنفس ذكرناه سابقا. ما هو غاز التنفس؟ هو الأكسجين. أما التركيب الكيميائي، راح لاحظ أنا قاعد أتكلم بالكيمياء، التركيب الكيميائي للماء هو عبارة عن H2O، هذا معروف التركيب الكيميائي للماء. الحين راح أفرق بين العنصر وبين المركب. يعتبر هذا غاز الذي نتنفسه هو عبارة عن عنصر، أما الماء اللي نشربه عبارة عن مركب، لأنه يتكون من شغلتين، يتكون من غاز الهيدروجين متفاعل مع غاز الأكسجين، هذا يعتبر مركب. إذا أنا عندي عنصرين مع بعض وكونوا لي مركب مترابط، هذا يسمى مركب في علم المادة أو في علم الكيمياء. أما الهواء الجوي بالذات، الهواء الجوي يتكون من العديد من الغازات، لكن الغاز الذي أتنفسه هو غاز الأكسجين، هذا الغاز يسمى بالعنصر. ممكن تتفاعل هذه العناصر مع بعضها لإيجاد مكونات أخرى أو مركبات أخرى، لكن مثال عليه موجود في الطبيعة اللي هو الماء. الماء ليس
عنصر واحد، ويتكون من عنصرين الهيدروجين وايضا الاكسجين. لاحظ هنا في عندك في الكتاب في البدايه معطيك العنصر الكربون، هذا يعتبر عنصر كربون، لا يمكن اني انا اجزئه. العنصر مفهوم اني انا لا يمكن اني ماذا اني اجزئه، يبقى هو كما هو، اذا جزئته ما اقدر اجزئ اكثر من كذي. عنصر واحد هو الكربون. ايضا عندي عنصر الاكسجين. الاكسجين في الهواء الجوي يجب ان يكون على شكل ذرتين، عشان كذا انا كتبت O2، يجب ان يكون على ذرتين. اما الكربون موجود في الطبيعه على ذره واحده. شوف عشان كذا مكتوب عندك ان العناصر ممكن ان تتكون من، ها شنو حطيتني، جزيئات وذرات. فاذا الماده ممكن ان تتجزأ الى اصغر منها جزيئات ولا اصغر منها ذرات. فاذا الكربون عباره عن ذره واحده، اما الاكسجين عباره عن ذرتان. عندما يتحد الكربون مع الاكسجين يعطيني مركب، الا وهو ماذا؟ ثاني اكسيد الكربون. يعتبر هذا مركب، واحنا قلنا المركب هذا كيف يعني كيف انطلع؟ عن طريق عمليه التنفس، غاز ثاني أكسيد الكربون، هذا يعتبر مركب. احنا عرفنا شلون اطلع ثاني غاز ثاني أكسيد الكربون في الفصول السابقة أو في الدروس السابقة، عن طريق عملية التنفس، بأن الإنسان يأخذ غاز الأكسجين ويطرد غاز ثاني أكسيد الكربون. يعني احنا ناخذ عنصر ونطرد ماذا؟ مركب. طبعا العنصر يختلف تماما عن المركب. لاحظ الأكسجين في الهواء الجوي له صفات معينة وخصائص معينة، فيزيائية كيميائية حتى أحيائية، له صفات مختلفة عن الأكسجين اللي اتحد مع الكربون، فأصبح مختلفا تماما في حتى في النوعية في الخصائص في كل شيء. في البداية أتمنى أنك فهمت ما هو المادة، دمجت المفهوم الفيزيائي مع الكيميائي، مفهوم العنصر ومفهوم المركب. والآن ننتقل لتجربة عندك في الكتاب اللي هو النحاس. عندك أنت قطعة من النحاس، يعتبر النحاس عنصر، هذا عنصر النحاس. نعطيه عامل ألا وهو الحرارة المباشرة. طبعا احنا في الكيمياء عندنا عوامل او يساعد يسمونهم عوامل مساعده، تساعد على التفاعل او على التفكيك. في الكيمياء عندنا اشياء انا ما اقدر اجيب عنصرين الا لما اعطيها حراره او اعطيها مواد اخرى تجعلها ان تتفاعل وتكون لي مركبات او مواد جديده. فهني اعطينا احنا حراره، يتكون هنا ماده جديده الا وهي تسمى باكسيد النحاس، اللي هو بعد الاحتراق. لما النحاس احترق، لما أعطيته أنا حرارة، تكونت هناك طبقة جديدة، هذه الطبقة الجديدة يعتبر ماذا؟ مركب، يعتبر مركب. لاحظ انتقلنا من عنصر إلى مركب عن طريق تفاعل كيميائي أو عوامل مساعدة أدت إلى هذا التفاعل وإيجاد هذا مركب جديد يختلف صفاته وخصائصه عن عنصر النحاس، حتى لونه، شوف يختلف حتى في اللون. نأتي الآن في الطبيعة، هناك يوجد في الطبيعة عناصر ويوجد هناك مركبات. خلنا نأخذ المثال الآتي، عندي غاز الأكسجين، غاز الأكسجين، غاز الأكسجين عبارة عن عنصر. أما الماء H2O اللي هو الماء، يوجد في حالة ماذا؟ مركب. لماذا هو مركب؟ لأنه يحتوي على عنصرين تفاعلوا مع بعض وأنتجوا هذا الماء، هو عبارة عن ذرتين هيدروجين وذرة واحدة أكسجين. طبعا الهيدروجين عبارة عن غاز، وغازين تفاعلوا مع بعض لإيجاد الماء. هو موجود في الطبيعة في هذه الحالة، لاحظ هو موجود في الطبيعة، انت حسب بالك هذه تعتبر من عنصر واحد، هي لا، في التركيب الكيميائي للماء يعتبر مركب. ايضا عندك معلومة اخرى عن الملح. الملح احنا لما نشوفه ونحطه في اكلنا
نعتقد أنه عبارة عن مادة واحدة أو شيء مكون من شيء واحد، لكن لا، الملح يتكون من عنصران ألا وهو الصوديوم وأيضا الكلور، لما يتفاعلون يعطيني الاسم العلمي له ألا وهو الكلوريد صوديوم. كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم يعتبر هذا ماذا؟ مركب. كلوريد الصوديوم يعتبر مركب، الكلوريد الصوديوم. فإذا أنت انصدمت الحين أن الملح عبارة عن مكونين عنصران، ها عنصران أعطاني مركب ألا وهو الملح، وأيضا عندي في الطبيعة اللي هو غاز ماذا؟ غاز ثاني أكسيد الكربون، يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون أيضا مركب. لماذا هو مركب؟ لأنه احتوى على اتحاد من ذرة كربون واحدة مع ذرتان من الأكسجين ليعطيني غاز ثاني أكسيد الكربون. اللي بيك تعرف اليوم أن جميع المواد أقدر أقسمها على حسب مفهوم الكيمياء، المواد أقدر أقسمها بأنها تكون إما ماذا؟ عناصر، وإما تكون ماذا؟ مركبات. فإذا ممكن المواد اللي حوالي اللي قاعد أشوفها أنا ممكن تتكون من عنصر واحد أو تتكون من عدة عناصر متفاعلة مع بعضها البعض أدت إلى تكوين مركب. فالتجربة هذه فقط لإظهار أن العنصر ممكن أن بالتفاعل الكيميائي أن يعطيني مركب جديد مختلف تماما عن خصائص العنصر الأولي، وأيضا يوجد عندي مظاهر في الطبيعة أو مركبات أو عناصر في الطبيعة ممكن يتكون من عنصر أو من مركب. لاحظ هنا العنصر وجد في كذا حالة، هنا وجد في العنصر في الحالة الغازية، هنا المركب وجد في الحالة الصلبة، وأيضا وجد أيضا هنا في الحالة الغازية. فالمواد اللي حوالي سواء العناصر أو المركبات ممكن أشوفها في ثلاثة حالات، ممكن أشوفها في ماذا؟ في ثلاثة حالات. ممكن أشوفها في حالة سائلة، يعني كلهم هذولا مع بعض المركبات أو العناصر، ممكن أشوفها في حالة صلبة أو حالة غازية. يعني العنصر أو المركب ممكن أشوفه في ثلاث حالات، ممكن العنصر أشوفه في حالة سائلة أو صلبة أو غازية، وأيضا المركب أقدر أشوفه في حالة سائلة مثل الماء، أو حالة صلبة مثل الملح الطعام، أو حالة غازية مثل ثاني أكسيد الكربون. والآن ننتقل إلى مفهوم العنصر. هني نبدي نعرف ما هو العنصر. أول شيء نكتب تعريف العنصر. العنصر، العنصر هو أبسط، هو أبسط صورة للمادة فاصلة، ولا يمكن تقسيمها إلى مادتين، يعني لا يمكن إني أقدر أجزئها إلى مادتين. راح أحط هايلايتينج باللون، خلينا نقول باللون الأصفر. لا يمكن، لا مو حلو، خلينا نغير. لا يمكن تقسيمها إلى مادتين، هو أبسط صورة. مثال نعطي لأبسط صورة للعنصر ألا وهو الأكسجين، غاز الأكسجين يعتبر عنصر. لماذا؟ لا يمكن أني أجزئه، لا يمكن هذا العنصر أني أنا أقدر أجزئه، خلاص يظل هذا العنصر إذا جزئته مستحيل أني أقدر أجزئه. غاز الأكسجين يتكون من ذرتين من أكسجين، فهذا هو التعريف، أن الغاز لا يمكن أو العنصر لا يمكن أني أنا أجزئه أو أني أنا أفككه، مستحيل. هذا صورة المبسطة له في مفهوم الكيمياء، لا يمكن أني أنا أقدر أني أبسطه. وهو أساس يتكون من مادة واحدة، يتكون من ماذا؟ يتكون من مادة
واحدة ألا وهي الأكسجين. خلاص ما أقدر إني أقسمه لمادتين، مستحيل ما أقدر أقسمه إلى مادتان. مثل الأمثلة اللي موجودة عندك في الطبيعة، عندي مثلا الحديد، عنصر الحديد، هذا العنصر الحديد لا يمكن إني أنا أجزأه إلى مادتين، لا يمكن، حديد يعطيني حديد. أيضا عندي عنصر الألمنيوم لا يمكن إني أجزأه أيضا، وأيضا عندي الزئبق عنصر، لحظة، عنصر الزئبق أيضا هذا يوجد على صورة مبسطة له ويحتوي على مادة واحدة فقط. طبعا من استخدامات الحديد معروفة في صنع السيارات والطائرات وكثير من الأدوات، وأيضا الألمنيوم، وخاصة يستخدم الألمنيوم في صناعة أواني الطهي وأيضا في هياكل الطائرات، لأن الألمنيوم أخف من الحديد فيساعد الطائرة بأن تطير. وأيضا عندي عنصر الزئبق اللي يستخدم في قياس درجة الحرارة، الترمومتر اللي يقاس فيها درجة الحرارة، المادة الموجودة اللي داخل هي الزئبق. وعندي عنصر مبسط أيضا هو غاز الأكسجين، هو غاز الحياة اللي يتنفسه جميع الكائنات الحية. والآن ننتقل إلى المركبات وأهميتها. أول شيء لازم نعطيك التعريف للمركب. المركب يتكون من اتحاد عنصرين أو أكثر، إن عنصرين أو أكثر، هذا هو تعريف المركب في فهم الكيميائي. راح نرجع مرة ثانية نذكر اللي هو الـ H2O اللي هو الماء. الماء احنا قلنا سابقا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مركب، عبارة عن يتكون من غاز هيدروجين تفاعل مع غاز ماذا؟ غاز الأكسجين. هذا هو الماء. الماء عبارة عن مركب موجود في الطبيعة في أي حالة، في الحالة السائلة، الحالة النورمال، عبارة عن اتحاد عنصران. يعتبر لاحظ، يعتبر غاز الهيدروجين عنصر وغاز الأكسجين عنصر، اتحدوا مع بعض كونوا لي ماذا؟ اللي هو الماء. طبعا عندك أنت تجربة في الكتاب اللي هو تحليل مكونات الماء، يعني بالكهرباء. طبعا استخدمت طريقة الكهرباء في التحليل. شلون الطريقة هذه؟ نجيبك بطاريتان، أحدهما له قطب موجب والآخر سالب. احنا قلنا بالأول بأن، لاحظ هنا، بأن هذا هو مركب الماء عبارة عن H2O. أبي أفصله، أبي أنا شنو أبي أفصله؟ أبي غاز الهيدروجين، أبي غاز الهيدروجين وأبي الأكسجين. شلون أفصله؟ من خلال التجربة هذه، إن حطوا قطبان اللي هو سالب وموجب. هني استخدموا نظرية الشحنات أو طريقة الشحنات الكهربائية، عشان كذي استخدموا الكهرباء. لاحظوا ماذا؟ لاحظوا إن الهيدروجين أين ذهبت؟ الهيدروجين ذهبت إلى قطب الموجب، أما الأكسجين ذهبت إلى قطب، قصدي الهيدروجين ذهبت إلى قطب السالب، الهيدروجين ذهب إلى قطب السالب، أما الأكسجين ذهب إلى قطب الموجب. معناته شنو؟ معناته أن الهيدروجين دائما موجب والأكسجين سالب، عشان كذي كل واحد انجذب إلى التضاد، إلى عكسه. فلاحظ هني أن أساسا شحنة الكهربائية اللي موجودة للهيدروجين موجب، فراح وين؟ القطب السالب، لزق هني. والأكسجين هو أساسا سالب، شحنته مالته سالبة، فذهب إلى أين؟
إلى إلى القطب الموجب. لاحظ الفقاعات هذه، هذه الفقاعات دليل على ماذا؟ ها، دليل على ماذا؟ هذه الفقاعات دليل على أني أنا قدرت أفصل الهيدروجين والأكسجين. هذا هو غاز هيدروجين، خلاص قاعد يتصاعد يصعد إلى أعلى ويعطيني فقاعات. إذا شفت فقاعات موجودة في الماء معناته هذا فيه غاز، وأيضا هذا غاز ماذا؟ الأكسجين، غاز الأكسجين. فعن طريق التحليل الكهربائي قدرنا أن نفصل الهيدروجين والأكسجين عن طريق الشحنات الكهربائية بوضع أقطاب كهربائية متغيرة الشحنة، يعني هني سالبة وهني موجبة. لاحظ هني في معادلة موجودة عندك، الماء قلنا هنا يعتبر مركب، هذا هو الماء مركب، شلون أفصله؟ عن طريق مساعدة الكهرباء البطارية، عن طريق اللي هو استخدام مفهوم الشحنات الكهربائية للعناصر. لقينا أن قدرت أني أنا أفصل الماء إلى مكوناته الأساسية، ألا وهو عنصر الأكسجين وعنصر الهيدروجين. يعني المركبات، راح أكتب هني، يعني المركبات يمكن تفكيكها، أقدر أني أفككها إلى عناصرها، أقدر أني أنا أفكك المركب إلى عناصره الأساسية، لكن مستحيل العنصر أفككه أكثر. لا، العنصر قلت لك هو أبسط صورة للمادة، خلاص ما أقدر أني أنا أجزئها، ما أقدر أني أقسمها. العنصر لا، المركب إيه في مفهوم الكيمياء، نعم المركب أقدر أني أنا أفككه إلى عناصره الأساسية، وأيضا العناصر أقدر أحولها إلى مركبات عن طريق التفاعل، أقوم بشيء اسمه تفاعلات كيميائية. فهذا هو مفهوم البسيط للمركبات وتحليل مكونات الماء، موجودة عندك في الكتاب المدرسي. لكن نلاحظ هنا أن غاز الهيدروجين، شوف غاز الهيدروجين يشتعل، من صفاته أنه يشتعل، أما غاز الأكسجين يساعد على الاشتعال. لكن الماء، ها، الماء يساعد، الماء هذا الماء هل يساعد على الاشتعال؟ لا يساعد على الاشتعال. معناته أنا أنتجت مركب، المركب هذا اللي أنتجته أو اللي أنا طلعت العناصر هذه لقيت هنا تختلف عن خصائص المركب، تختلف عن خصائص ماذا؟ المركب. ف يعني اللي بفهمك هي ان العناصر عندما تتفاعل راح تكون مركبات تختلف نهائيا عن خصائصها السابقه. يعني كاهو هذا غاز الاكسجين، هل هو غاز موجود عندي هنا؟ لا، لما تفاعل مع الهيدروجين كون لي الماء، والماء اساسا من صفاته الفيزيائيه والكيميائيه بانه ما يساعد على الاشتعال، بالعكس الماء يطفئ النار، لكن الاكسجين يساعد على الاشتعال. إذا لاحظت إذا في منطقة فيها حريق، غاز الأكسجين يساعد أن يمتد هذا الحريق إلى أماكن شاسعة أو من منطقة إلى منطقة، لأن الأكسجين يساعد على الاحتراق. لكن الهيدروجين هو أساسا يشتعل، الهيدروجين عنده خصائصه أنه يشتعل، لاحظ يشتعل يساعد على الاشتعال، لكن المركب الذي كونه اتحاد ذرتان هيدروجين مع ذرة واحدة أكسجين عندما اتحدوا أعطوني الماء، والماء هذا لا يساعد على الاشتعال. فلبيك تعرف أن المركبات تختلف خصائصها عن العناصر، ما تشابهها، والعناصر إذا أنا طلعتها من المركب أيضا يختلف صفاتها عن المركبات. والآن نأتي إلى مفهوم آخر يختلف عن العنصر والمخاليط. المخلوط عبارة عن يتكون من مادتين أو أكثر، المخلوط مفهومه يتكون من مادتين أو أكثر، ويمكن، ركز على كلمة يمكن، فصل مكوناته أو مواده. مثال بسيط جدا على المخاليط اللي هي السلطة، خلنا نرسم السلطة هني، يعني تكون السلطة مثلا من عدة أشياء بشكل هذا، مو سلطة، خلينا نقول مثلا عندي سلة وفيها كور زرقاء حمراء
زرقاء الوردية وخضراء الموجودة عندي أمامي، هذا يعتبر مخلوط، يعتبر ماذا؟ خليط أو مخلوط. المخلوط أقدر أني أفصله. لو أقول لك الحين طلع لي الكور الزرقاء، راح تأخذ الكور الزرقاء على جنب، طلع لي الوردي كهو موجود، طلع لي الكور الخضراء راح تطلع لي. فإذا المخلوط يتكون من كذا مادة، شوف يتكون من كذا مادة مخلوطة مع بعض، أقدر أني أفصله، ومرات ما أقدر أني أفصله إلا باستخدام طرق كيميائية أو طرق فيزيائية. الفصل هني يكون عندي طريقتين، يا أما أنا أستخدم أني أفصل هذه المكونات بطرق فيزيائية أو بطرق ماذا؟ كيميائية، يعني أدخل في التفاعلات الكيميائية. طبعا اللي استخدمناه هني في الفصل هو طريقة فيزيائية عن طريق الألوان أو ممكن الأحجام أو ممكن الأنواع، فأني يسمى الفصل هنا بالطريقة الفيزيائية. في عندي مخاليط أخرى يطلق عليها نوع من أنواع المخاليط، يطلق عليها يعني اللي هو المحلول، راح ناخذ شوية بعد شوية. المهم من الطرق الفصل المواد عندي فصل اللي هو التقطير، هنا عندي التقطير. التقطير شلون يعني هو معناته ماذا؟ اني انا اقدر افصل الملح عن الماء، هذا اللي انا بقول لكم اياه. في مخلوط اخر يطلق عليه المحلول، المحلول هذا لازم استخدم طرق كيميائية فيها حرارة، فيها شغلات وايد عشان انا اقدر افصل. مثال عليه، اذا انا خلطت الماء مع ماذا؟ مع الملح، لما أخلط الماء مع الملح سوف يذوب، سوف ماذا؟ يذوب الملح في الماء. فالمحلول يعتمد على شغلتين، مذيب ومذاب، راح أشرح بشكل مبسط. المذيب اللي هو الماء، شوفني المذيب اللي هو الماء، اللي ذايب في الماء اللي هو منه؟ الملح. فإذا المحلول يعتبر نوع من أنواع الخليط يمكن فصله، لكن ما أقدر أني أفصله من الطريقة العادية، لازم أستخدم طريقة كيميائية. في عندي قلت لك أنا الفصل للمواد أقدر أفصله في طرق فيزيائية وعندي كيميائية. اللي هني استخدمناها هي الطرق الكيميائية اللي هي عملية التقطير. عملية التقطير تعتمد على عمليتان اللي هو التبخير وبعدين التكثيف. أول شيء تبدأ هذه العملية التقطير بإعطاء حرارة كمية كبيرة للماء لأنه تصل لدرجة الغليان. طبعا هني في ملح، هني في ملح، أنا بأفصل الماء عن الملح، أستخدم عملية التقطير، راح يتبخر عندي الماء يدخل إلى أنبوب. هذا هني اللي صار هني العملية، هذه يطلق عليها بالتبخير. هنا حصل تبخير، إن أنا بخرت، حولت الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. بعدين يصير هني يحطون شيء مكثف، يعني يدخلون شيء تيار يكون هواء بارد، أو يحطون له مواد باردة يكثف، أي يعني تتحول عندي الحالة الغازية لهذا البخار الماء اللي خرج هنا، بخار الماء في الحالة الغازية يتحول إلى مرة ثانية سائلة. هني حصل شيء اسمه ماذا؟ تكثيف. حصل هنا تكثيف، هني عطينا حرارة وهني عطينا ماذا؟ برودة، عطينا شيء بارد عشان أقدر أني أنا أكثف البخار الماء اللي طلع هني اللي دخلناه في الأنبوب، وطلعنا شنو؟ الماء صافي هني، بعيد جدا عن وجود الملح الموجود. طبعا راح يتبقى هنا ماذا؟ الملح سوف يتبقى هنا. هذه هي عملية التقطير. من الطرق الفيزيائية هذه أسميها أنا طرق ماذا؟ تسمى هذه بالطرق الفيزيائية. الطرق الفيزيائية مثلا ما أنا أخلط عندي كمية من الرمل مع برادة حديد، الحديد
قطع صغيرة من الحديد، لما أنا أخلطهم مع بعض أعطاني شيء اسمه مخلوط، ما أقدر أفصله بالطريقة العادية بالإيد، فراح أستخدم المغناطيس لجذب برادة الحديد لفصله عن التراب، فيطلع برادة الحديد بروح ويطلع التراب بروح. وأيضا عندي من الطرق الفيزيائية وشوية تقريبا كيميائية، لكن هي أتوقع أنها فيزيائية لأنها تستخدم في فصل هنا الماء مع الرمل. طبعا الماء والرمل، مثل عندي كمية من الماء، الرمل يكون متكدس بهذا الشكل، شلون أقدر أفصله عن الماء؟ فراح أستخدم طريقة يطلق عليها بالترشيح. هذه الطريقة تسمى بطريقة ماذا؟ خلينا نختار لون آخر، بطريقة ماذا؟ الترشيح. الترشيح إني أستخدم ورقة هنا وأضع الماء مع الرمل، راح يوقف هني بالنص اللي هو الرمل وراح ينزل لي الماء صافي، فأنا قدرت أني أفصل بين نوعين الماء والرمل. طبعا تعتبر الطريقة الفيزيائية، وهذه طريقة فيزيائية وهذه طريقة كيميائية، فأنا ممكن أفصل المواد المخاليط بماذا؟ بطرق فيزيائية أو كيميائية. لكن لاحظ لما أنا خلطت الماء مع الرمل ما أعطاني مركب، قدرت هنا يوجد رمل وهنا يوجد ماء، يعني ما تفاعلوا الماء والرمل لما خلطته لم يتفاعل، بل قدرت هنا أفصله بطريقة عادية جدا، اللي حطيت الرمل لما يشيل الرمل يصير لي رمل وهنا يطلع ماء. نفس الشيء برادة الحديد لما خلطتها مع التربة لم يطلع هني، يعني ما صار تفاعل، طلع عندي مركب. لا، عنصرين خلطهم ما عطاني تفاعل، ما عطاني مركب جديد يختلف. قدرت اني انا اطلع الحديد بروح واقدر اطلع التراب بروح. نفس الشيء هني المحلول، الملح مع الماء، انت ممكن تقول محلول يعني تفاعل، لا، المحلول فيه انواع من المحاليل تعتبر مخاليط او خليط، مثل الماء والملح لم يتفاعلوا مع بعض، لم ينتج لي مركب، انا اشرب ماء مع ملح معه لم يعطيني مركب جديد. قدرت اني افصل الملح عن الماء، ظل هنا الماء صافي وظل الملح هنا صافي، أقدر أستخدمه عادي. نفس هنا الكرات، قدرت إن أنا مع أني خلطهم لكن ما أعطاني مركب جديد، قدرت أفصل الكور عن الألوان الأخرى من الكور الأخرى. فأبيك تفرق بين المركب وبين العنصر وبين المخلوط. المخلوط أو المخاليط يمكن فصلها وتحتفظ كل واحدة فيهم صفاتها، ما 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 تضيع صفاتها. أما المركب لا، المركب إذا تفاعل عنصران مع بعضهم راح يعطيني مركب يختلف تماما عن العنصر، والعنصر لا يمكن إني أنا أقدر أجزئه إلى أبسط من العنصر، شيء بس صورة مبسطة من المادة. طبعا الجأ لمفهوم أكثر لمفهوم المخاليط عندك في الصف السادس، قدم شروحات علمية للصف السادس الفصل الدراسي الثاني عن مفهوم المخاليط وأنواعها، إذا كانت متجانسة وغير متجانسة إلى آخره، وشرحت عملية التقطير وعمليات أخرى للمخاليط أو المحاليل، إذا أنت حاب ترجع المفاهيم المخلوط في الصف السادس. أتمنى تكونوا فهمتوا ما هو معنى العنصر والمركب والمخلوط في المفاهيم الكيميائية في علم الكيمياء. إن شاء الله نلقاكم في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله.